اعزائي المشاهدين، طب احنا جهزنا تقرير كده عن طبعا نجومنا في الاستوديو، نشوف التقرير ده ولا حضراتكم تاني. نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصلحي في ضم محمد عسران لاعب فريق طلائع الجيش لتدعيم صفوف المارد الأحمر بعقد يمتد لأربعة مواسم بداية من الموسم المقبل، ليصبح عسران ثاني صفقات الماسترز بعد انضمام محمد محسن نجم الزمالك السابق والذي التحق بصفوف بطل إفريقيا عقب انتهاء تعاقده مع النادي الأبيض بعقد يمتد لأربعة أعوام جديدة أيضا. كما نجح الفريق في الاحتفاظ بخدمة نجمه ولاعبه عبد الحليم فهيم والملقب بالبرج الأهلاوي بعقد يمتد لموسمين إضافيين، ويسعى الفريق لفرض هيمنته وسيطرته على البطولات خلال الموسم الجديد سواء على المستوى المحلي أو العربي أو الإفريقي في ظل امتلاكه لقائمة مدججة بالنجوم واللاعبين المميزين، وخير برهان على ذلك وجود 13 لاعبا من الفريق في قائمة منتخب مصر والتي تستعد لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة والمؤهلة لبطولة العالم القادمة المقرر إقامتها صيف عام 2022. وتأمل الجماهير الأهلوية في أن يكون اللاعبون المنضمون للفريق خير تعويض عن اللاعبين الذين قرروا اعتزال اللعب والاكتفاء بما قدموه مع النادي الأهلي، وهم عبد اللطيف عثمان ومحمود رؤوف، في ظل ازدحام أجندة الفريق خلال الموسم المقبل من حيث المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والبطولة العربية، إضافة إلى بطولات الموسم المحلي وهي الدوري الممتاز وكأس مصر.